حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الهيئة، القسم الإغاثي يقدم المساعدات الإنسانية للنازحين شمالي العراق. في موقع يقين نت، مركز حقوقي عراقي يدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة مرتكبي مجزرة السنك. في المدى، أزمة الجفاف تتوسع، الموارد تحمل إيران مسؤولية والزراعة تخفض خطتها بنسبة 50%. وفي لوفيغارو، ليس مؤكدا أن تمضي المبادرة الفرنسية السعودية قدما نحو تسوية الأزمة اللبنانية. عنوانات فاينانشال تايمز، بايدن يستخدم مدير CIA في مهمات دبلوماسية وسط تغير في مهمة الوكالة للتركيز على الصين. وفي التايمز، مسلم الروهينجا يطالبون فيسبوك ب 150 مليار دولار لدورها في إبادتهم. عنوانة نيويورك تايمز، على حطام سوريا بنى نظام بشار الأسد دولة مخدرات والإنتاج تشرف عليه فرقة شقيقه ماهر. نبدأ مشاهدينا من تقرير تحت عنوان مخاطر نقص الموارد المائية في العراق. فالحرب على العراق يبدو أنها لا تزال مستمرة وتتخذ أشكالا متعددة، ومنها حرب المياه التي ما فتئت تظهر تأثيراتها على بلاد الرافدين التي عرفت منذ القدم بوفرة مياهها وخصوبة أرضها، مما ينذر بخطر وشيك على استقرار العراق وتغير كثير من معالم مدنه وتركيبة سكانه وانعدامه انعدام الحياة في كثير من مناحي الحياة. وإذا ما نظرنا إلى خارطة مسار نهر دجلة الذي تغذيه بعض الروافد القادمة من شرقي العراق، يتضح لنا بجلاء انحسار تلك الروافد وقلة المياه المتدفقة فيها بحسب الرصد والمتابعة اللذين أجرياهما في القسم المهني. فإننا نلحظ تناقص كمية الموارد المائية المتدفقة إلى عدد من السدود العراقية، وهذا ما جاء في تقرير للقسم المهني في هيئة علماء المسلمين رصد أسباب نقص الموارد المائية في العراق ومخاطرها. يظهر واضحاً حجم نقص المياه الواردة من إيران بشكل كبير، ما سيؤثر سلباً على النشاط الزراعي والحيواني وتوليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن مياه الشرب الضرورية، وسيترك آثاراً سلبية كبيرة على المديين المتوسط والبعيد. ومن المرجح في ظل هذا التناقص الحاد في إمدادات المياه أنه ستنعدم كثير من أنواع النشاط البشري في القرى والأراضي الزراعية الشاسعة في عدد من المحافظات، والتي تقدر بمئات الآلاف من الدونمات واتساع رقعة التصحر في جنوب البلاد ووسطها، لا سيما في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، وسط تسجيل حالات نزوح من القرى بسبب انقطاع المياه وندرتها، فضلاً عن ما ستخلفه هذه الأزمة من خسائر كبيرة في الثروتين الحيوانية والسمكية وازدياد الملوحة في الأراضي الزراعية، ما سيؤدي لاحقاً إلى استمرار اعتماد العراق على توفير كثير من احتياجاته الغذائية على جيرانه، وبما يحقق مصالح دول المنبع إيران وتركيا على حساب مصالح العراق وشعبه. وقد اعترف وزير الموارد المائية في الحكومة الحالية في لقاء مع صحيفة العرب الجديد أن العراق يواجه وضعاً مائياً صعباً للغاية بسبب سياسة إيران الأخيرة تجاهنا والمتضمنة قطع عدد من روافد الأنهر وتحويل مجرى أخرى، مشيراً إلى حالة إخفاق في التوصل إلى اتفاق معها. في المقابل، هناك تقدم في التفاوض مع الجانب التركي في ملف المياه، ونشهد تجاوباً من قبل أنقرة مع مطالب العراق. وعن أسباب تدني نسبة المياه الواردة إلى العراق، ذكر التقرير ضعف الجانب العراقي أمام إيران، مما يسهل لإيران أن تفرض سياستها على حكومة بغداد وأن تستولي على الثروات الطبيعية المشتركة بين البلدين، وخاصة ضمن الشريط الحدودي من البصرة إلى السليمانية. ومن الأجندة أيضا، من الأجندة السياسية الإيرانية، تشير هذه الأجندة بوضوح إلى الاستحواذ على هذه الثروات على الرغم من خطابها الداعم له، وعلى الرغم من أن العلاقات الوثيقة بين بغداد وطهران
ومن هذه العلاقة، ولكن إيران لا تقيم وزنا للمصالح العراقية. ونشر صحيفة المدى بشأن الأزمة الجديدة التي تضاف إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها العراقيون، متمثلة بشح المياه والجفاف في مناطق عديدة من المحافظات، مما اضطر وزارة الزراعة إلى تخفيض خطتها الزراعية للعام المقبل بنسبة 50%. وقطعت إيران طوال الشهور الماضية معظم الأنهار المتدفقة من أراضيها نحو العراق، الأمر الذي تسبب بجفاف شديد في معظم مناطق شرقي البلاد، على الرغم من أن قرابة 40 نهراً متدفقاً من إيران نحو العراق هي أنهار دولية عابرة الحدود، وثمة اتفاقيات دولية تنظم حقوق الدول المشتركة في تلك الأنهار. يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديث للمدى إن تنقص المياه أثر بشكل كبير على القطاعين الزراعي والحيواني، فبعد أن أجهض الخطة الزراعية وخفضها إلى 50%، ألقى بظلاله على الأسماك والبحيرات التي ربما ستتوقف عن عملها، وبالخصوص البحيرات على حافة الأنهر. وأضاف النايف أن المياه القادمة من الجانب الإيراني انخفضت بشكل مهول، حيث أصبحت محافظة ديالى شبه جافة، وفي حال عدم نزول الأمطار في الأيام المقبلة ستكون أشد جفافاً، وقد نضطر إلى اللجوء للمياه الجوفية في بعض المناطق. وكان وزير الموارد المائية مهدي الحمداني أكد في مؤتمر عقد في مقر الوزارة الأسبوع الماضي أن تركيا شاركت العراق الضرر فيما يتعلق بشح المياه في نهري دجلة والفرات، فيما امتنعت إيران عن ذلك. وقال الحمداني أن العلاقة مع تركيا تحسنت بشكل كبير فيما يتعلق بملف المياه، كما أنها قاسمتنا الضرر عندما كان هناك شح للمياه في الموسمين الماضيين وبكل شفافية. وشهد العراق في السنوات الثلاث الماضية مواسم شتائية شحيحة المطر التي تعتمد كثيرا في ديم الأراضي الزراعية، ما تسبب بتصحر آلاف الدوانم ونزوح بعض الأهالي باتجاه المدن. إهمال المدارس والبرد القارس والطفل الدارس، هذا عنوان مقال للكاتب خليل إبراهيم العبيدي قال فيه: ونحن عند أبواب العام الدراسي وبعد مضي مدة معقولة على ترك التلاميذ مقاعدهم بسبب جائحة كورونا، عاد أولئك التلاميذ إلى مدارسهم ومعهم تلاميذ جدد، وجدوا مدارسهم كما هي إن لم تكن أسوأ، ووجدوا الكتاب القديم الممزق، أو أن بعضهم كان حالما بأن تغادر أمنيته المدرسة الطينية، عاد وزميله الجديد إلى تلك المدرسة، ورحلات الصف البائسة أو إلى تلك الأرض التي عليه أن يفترشها، وصحبه الجدد، والانتباه إلى المعلم الذي يبدأ الدرس المنهجي باصطفاف ينشدون فيه أناشيد حب الوطن. إن من يشاهد مسرحياتكم وبطولاتكم يضحك من الأعماق ويلعن المحتل الذي جاء بكم من المناف والأمصار، وصار ينظر إليكم وأنتم تهملون التعليم والإعمار، وتسكتون على تنامي الأمية وتجعلون المدارس طاردة للصغار والكبار، وصارت في ظلكم جامعاتنا مثاراً للتندر والاستفسار بعد أن كانت رصينة في تدريسها والاختبار. إن عملية الابتعاد الحكومي عن تأسيس وإقامة المدارس وإهمال التوسع في بنائها في ضوء الحاجة السنوية والتغاضي عن المدارس الطينية أو عدم المبالاة بحالة تلك المدارس، إنما يشير إما بجهالة المسؤول أو تعاميه عن دورها في بناء الأمم، وإن تركها بحالة يتقاسم التلميذ مع أقرانه قساوة الطبيعة وحقد المسؤول عليه، إنما هو عمل سيكلفكم الكثير أمام التاريخ. أضاف الكاتب: اليوم مراسل صحيفة الصباح من باب نقل الحاجة إلى المدارس التي توقف برنامج بناتها منذ عام 2009، نعم وربما قبل ذلك بكثير، بعد هذه اللمحة عن واقع التربية في العراق، نسأل كل من يتهافت على السلطة بدلا من الإطار وبعده التيار وثالثهما أبطال السنة في الموصل والأنبار والقادة الكرد في قمم الجبال أو عند الأغوار بحسب تعبير الكاتب،
نسألهم ماذا قدمتم لشعبكم بعد كل هذا المشوار؟ في صحيفة القدس العربي ذكرت في افتتاحيتها: لا تمر مدة منذ حكم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من دون مشكلات داخلية تتسبب فيها سياساته، وتتحول هذه المشكلات في أغلب الأحيان بسبب رفض ماكرون التنازل عن إلزامات كبيرة، كما حصل في أثناء التظاهرات الفرنسية العنيفة التي سميت حينها باحتجاجات القمصان الصفر في عام 2018، وصولا إلى الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي والسياسي اللذين تسبب بهما قانونه لمكافحة الإسلام الانفصالي في عام 2021 وسياساته التي استهدفت المسلمين، وكان قبلها قد أثار الجدل بدفاعها عن قرار إعادة نشر صور مسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تحتسب في رصيد الرئيس الفرنسي أيضاً سلسلة طويلة من الأزمات السياسية في الخارج، والتي كان أخيرها تهديده لبريطانيا بإجراءات انتقامية مؤخراً، وقبلها مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا على خلفية تحالف عسكري جديد بينها، وإلغاء كامبرا لصفقة غواصات نووية مع باريس، والتي تزامنت مع خلاف جديد ضمن سلسلة خلافات لا تنتهي مع الجزائر على خلفية تصريحاته الطائشة حول ضرورة تغيير تاريخ ذلك البلد العربي الذي رزح تحت أطول مدة احتلال فرنسي. وهناك خلافه المستجد في مالي على خلفية تدخل فرنسا العسكري في عدة دول في شمال ووسط إفريقيا، وخلافه مع رئيس البرازيل حول قضايا شخصية. مستنداً إلى وزن فرنسا كقوة دولية وأوروبية، يحاول ماكرون تفتيش عن موقع لفرنسا في خرائط التجارة وخصوصاً العسكرية منها، ويتقصد في اتساق مع سياساته الداخلية والخارجية تجاهل مسائل حقوق الإنسان والبيئة، ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوق الإنسان لهذه السياسات التي اعتبرت دعماً لبلدان ديكتاتورية. وساهم ذلك بالتأكيد في دفع شركات فرنسية للبحث أيضاً عن الربح والتغاضي عن القوانين الأخلاقية أو تجاوز العقوبات الدولية. وينشط ماكرون مؤخراً في مجال الوساطة الدبلوماسية بين إيران والغرب وبين السعودية ولبنان وبين السعودية والعالم، ولا بأس في هذه الأثناء من استغلال هذه الوساطات في دعم الصفقات العسكرية. فقد تمكن في أثناء زيارته الأخيرة إلى المنطقة من عقد صفقة جديدة مع الإمارات ساعدته ربما على نسيان خسارة بلاده التي خسرت في الشهور الأخيرة ثلاث صفقات عسكرية مهمة في رومانيا وسويسرا وأستراليا. تناول صحيفة نيويورك تايمز في تقرير عدو بن هابارد وهويدا سعد تناولت مملكة المخدرات في سوريا التي نشأت وسط دمار للحرب الأهلية. فقد ذكرت الصحيفة أن المقربين من الرئيس بشار الأسد يقومون بإنتاج مادة المحظورة كبتاغون أمفيتامين وبيعها بشكل، مما أدى إلى ظهور دولة مخدرات جديدة على البحر المتوسط. إن الإمبراطورية هذه ظهرت من رماد الحرب التي مضى عليها 10 أعوام ويديرها مقربون وأقارب للأسد، ونمت وكبرت لتصبح بمئات المليارات من الدولارات، وأصبحت المصدر الرئيسي لصادرات سوريا القانونية. ويعد الكبتاغون، وهو المنتج الرئيسي ومادة منتشرة في السعودية وبقية الدول العربية، وتمتد عمليات إمبراطورية المخدرات على طول سوريا بما فيها ورش عمل تنتج الحبوب وتغلفها، حيث يتم تمويه طبيعتها للتصدير بالإضافة إلى شبكات التهريب التي تقوم بنقلها إلى الأسواق الخارجية. ووجد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن معظم الإنتاج والتوزيع تشرف عليه الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وهي فرقة نخبة في جيش النظام يقودها ماهر الأسد شقيق بشار، ويعد واحداً من الأقوياء في سوريا.
ويساعد أو يعمل ضمن إمبراطورية المخدرات لاعبون من رجال الأعمال الذين تربطهم صلات بحكومة النظام، وكذلك حزب الله اللبناني وأعضاء آخرون في عائلة رئيس النظام الممتدة، حيث يعطي اسم عائلة الأسد حماية لهم من النشاطات غير القانونية بحسب تحقيق الصحيفة التي عززت تحقيقها بمعلومات من قوى فرض النظام والأمن في 10 دول وشركات قانونية وعدد من خبراء المخدرات في عدد من دول المنطقة والعالم، وتصريحات من مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. وأضافت الصحيفة أن إمبراطورية المخدرات التي ظهرت من جراء دمار الحرب الأهلية في وقت عانى معظم أبناء الشعب السوري الفقر، وأخذ أفراد قوات الأمن والجيش البحث عن طرائق الحصول على العملة الصعبة والتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبحسب البيانات التي أعدتها الصحيفة عن تجارة الكبتاغون على مستوى العالم، فإن الأنشطة غير المشروعة تتفوق الآن على الموارد المهمة التي تصدرها سوريا إلى الخارج. وصادر سلطات اليونان والسعودية وإيطاليا ودول أخرى كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، جاءت معظمها من موانئ بحرية تسيطر عليها الحكومة السورية، قدرت قيمة بعض هذه الشحنات المصادرة بملياري دولار. نشر صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا أعدته كاترينا مانسون في واشنطن، ذكرت فيه أن الرئيس جو بايدن كلف مدير مخابراته بمهمة دبلوماسية صعبة. جاءت المهمة في وقت يحاول فيه مدير الوكالة ويليام بيرنز إعادة هندسة وترتيب وكالة استخبارات CIA والتعامل في الوقت نفسه مع التحديات التي تمثلها الصين وروسيا. بيرنز الذي يعد أول دبلوماسي يتولى وكالة الاستخبارات يذكر نفسه أكثر من مرة بأن عليه الالتزام بدوره كمسؤول للCIA، وقال مازحا في كلمة أمام طلاب جامعة ستانفورد تحدث إليهم في 21 أكتوبر الماضي، وقال: كان علي أن أخبر زملائي في غرفة الأزمة بالبيت الأبيض أن يركلوني تحت الطاولة إن بدأت أنحرف في اتجاه آخر. وبعد 9 أشهر من توليه الرئاسة، يقوم بايدن باستخدام بيرنز في مهام تتماهى فيها الخطوط بين الدبلوماسية والاستخبارات، ويقوم بدور المبعوث العام بطريقة غير مسبوقة لمسؤول CIA. فقد اعتمد بايدن مرتين على مدير مخابراته في مهام دولية، في المرة الأولى لمقابلة قادة طالبان بعد سيطرتهم على كابول وتسهيل الخروج الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في آب أغسطس الماضي، أما المرة الثانية ففي الشهر الثاني لإيصال مظاهر قلق بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي أكبر المهام تحدياً لبيرنز وسط تقارير عن غزو روسي قريب لأوكرانيا. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا تحضر لشن هجوم على جارتها في بداية عام 2022، حيث تقوم بحشد أكثر من 175 ألف جندي على الحدود. وأضافت الكاتبة أن CIA بحاجة إلى العودة إلى مهمتها الأصلية وليس خوض حروب سرية، مضيفا أن بيرنز وشخصية انتقالية مناسبة لتشكيل مهمة CIA في عصر التنافس مع قوة كالصين. ويعطي بيرنز أهمية لعمل الوكالة عن الصين، وقام فريقا من وكالة الأمن ويقود حملة تجنيد للمتحدثين والخبراء في الدول التي تتمتع فيها الصين بتأثير، وكذلك خبراء في الحرب الإلكترونية. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، أردني يبني غرفة قيادة في منزله، فلطالما يشعر محمد ملحس لطالما حلم بأن يصبح طياراً، لكن ظروفه لم تسمح له بذلك. وقد قرر هذا الأردني البالغ من العمر 76 عاماً بناء غرفة قيادة لطائرة في قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق في رحلات افتراضية من المنزل. يقول ملحس متقاعد الذي عمل لمدة 35 عاماً في إدارة مستشفى خاص أنشأه والده في عمان، يقول: منذ الأزل كان الإنسان يتفرج على الطيور في عنان السماء
ويحلم بالطيران بحرية. وأضاف في قبو منزله إذ علقت على الجدران نماذج من طائرات مصغرة وملأت مكتبته كتب حول الطيران. يقول: منذ كان عمري 10 سنوات عندما كنت ألعب مع زملائي بالطائرات الورقية في أثناء العطل، رغم كل هذا لم يشعر ملحس بمتعة الطيران الحقيقية أمام شاشة الكمبيوتر، فقرر أن يصنع غرفة قيادة تحاكي التصميم الداخلي لغرفة الطائرة في طائرة بوينغ للشعور بقدر أكبر من الواقعية في قبو منزله في حي دابوق الراقي غربي العاصمة الأردنية عمان. وقبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.